السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غسالة شاب لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة شاورما الديك الرومي. لهذه الوصفة بحاجتنا المقادير الآتية، اللي هي الخبز العربي اللي الوصفة تاعته غادي تكون في صندوق الوصف، وبحاجتنا شاورما شرائح الديك الرومي اللي هنا. هنا تنشحر الشاورما تاع شرائح الديك الرومي. عندي واحد 350 غرام تاع شرائح الديك الرومي، مع بصلة مع الثومة، زوج سنينات مع الربيع، بصلة مشلضة. تنزيدو التوابل تاع شاورما الدواجن او الدجاج، ونزيدو شوية البزار، شوية سكنجبير، شوية تاع الثوم بودرة، شوية الملحة، وشوية تاع البصل بودرة، وبطبيعة الحال نزيدو شوية تاع الماء، ونشحروا الكل حتى يوقف. منين يطيب ويوقف وتبخر الماء اللي فيه، نطفيو عليه ونخليه يبرد. انا ما درتش نهائيا الزيت، لاننا سنحاول نقص منه في شهر رمضان، نستغلو رمضان ونديرو فيه الحمية. صافي سيداتي، الشاورما تاعتنا هي نشفات ووقفات، مبقاش فيها المرق. غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. من الخص، وهنا جرجير اي لاغوكيت، هنا واحد مطيشه شرائح، وبصله تا هي شرائح. هنا غادي ندير لاصوص، غنحاول ندير ثاني لاصوص تكون تا هي قليلة في السعرات الحرارية. غادي ناخد واحد الياغورت طبيعي، شوية موطارد، شوية تاع الملح، الملح تتبقى حسب الذوق، شوية تاع خل التفاح. نحركو هاد العناصر مزيان، تتبقى دائما صحية. ناخدو الخبز العربي، نحلو نفرقو الوريقات بحال هكا على بعضياتهم، حيت فيه جوج ورقات. من بعد بحال هكا ندخلو النص في النص، نكونو منو بحال شوندويش بحال هكا. كلهم راني درتهم بحال هكدا، ناخدو الخبز ندهنوه بهاد لاصوص، نديرو فيه كمية الخبز، كمية تاع الجرجير، إذن غنديرو الشوندويش. هنا نملحو شوية البصلة ومطيشة، كلشي تيعرف يدير الشوندويش سيداتي. نزيدو شوية البصلة، ونزيدو كمية من شرائح ديك الروم. عاود واحد اخر، ديرو كمية تاع لاصوص، كمية تاع الخص، الجرجير، طماطم، بصلة، نزيدو كمية تاع نبقاو بحال هكا حتى نكملو لي شوندويش تاعنا.
او الشاورما تاعنا. اذا وصلوا سيدتي لهذه النتيجه الرائعه، شندويشات الشاورما سهلين وبساط في المتناول. الى عجبتك سيدتي الوصفه جربيها، فهي وصفه صحيه بدون دهنيات، رائعه في المنظر وفي المذاق تاعها. ما تنساوش الوصفه باللايك تاعكم وتشجيع تاعكم ووضع تعليق. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.